الكل العيوب بالمواجهة مش بالهروب، والسلبياتي هتحدى وارجع عن اخطائي واتوب بعزيمة وياها إرادة. طلقت عيوبي يا سادة، لقيت عيوبي مجرد عادة، ولا مقدر ولا مكتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامج طلاق ثلاثة. كل عام وأنتم جميعا بكل خير بمناسبة هذه الأيام الطيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية وعيد الأضحى، جعله الله عليكم جميعا باليمن والبركات. ونسأل الله العظيم أن يرزق كل مشتاق الحج في العام القادم إن شاء الله، وطلاق ثلاثة جديد لسلبية من السلبيات اللي بتؤرق علينا حياتنا. وضيفنا النهاردة ضيف عزيز علينا بنستمتع بيه دايما، يسعدنا ان احنا يطوف بينا النهارده في بعض العادات السيئه التي تاتي في العيد وتفسد علينا فرحه العيد، انه يكلمنا عن بعض العادات السيئه في العيد. الدكتور حلمي ماهر خبير التنميه البشريه والارشاد الاسري ومدرب معتمد من جامعه دوفر الامريكيه وعضو رابطه المدربين العرب. اهلا وسهلا يا دكتور حلمي. وكل سنه وحضرتك طيب واسعدتنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله العام القادم نكون جميعا على عرفه ان شاء الله في مثل هذه الايام المباركه يعني في الحج ان شاء الله. ربنا يا رب يسمع منك. بنشكرك على تلبيه الدعوه. ربنا يبقى احنا بنسعد دائما ان احنا نكون مع حضراتكم ومع مشاهدين قناه الصحه والجمال. وطبعا بوجه رساله معايدة لكل مشاهدين قناة الصحة والجمال، وبقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تستمتعوا معنا بالحلقة النهاردة وتكون إضافة إن شاء الله ليكم وللبرنامج إن شاء الله. إحنا عايزين نقول في نهاية الحلقة طلاق ثلاثة لمجموعة من السلبيات، واللي هنبدأ نذكر منها دلوقتي بتأتي في العيد وتفسد علينا فرحة العيد وما كان العيد لذلك. إحنا مش عايزين يا دكتور طارق إن إحنا عايزين العيد للفرح، لان العيد احنا طبعا تعودنا ان احنا كمسلمين ما عندناش غير عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم. وكما تعلم حضرتك ان دائما العيد بيكون احتفال بالطاعات واحتفال بالغفران واحتفال بحاجات كتير حلوه موجوده احنا بنكون تعبنا فيها وقمنا بعمل اعمال صالحه كتير، فعشان كده احنا عايزين بقى نفرح، فمش عايزين فرحنا ده يكون فيه اي جانب من الجوانب السلبية. عشان كده النهاردة جايين نقول طلاق ثلاثة لأي سلبية هتعكر علينا صفوة فرحتنا. جميل. بعيد الأضحى خليني نربط كلمة كده مع حضرتك. عيد الأضحى اللي بيربط يعني اي مشاهد بيسمعني دلوقتي بيربط كلمة عيد الأضحى على طول بالايه؟ بالأضحية. نعم. والتضحية. احنا النهاردة يعني كلمة سرنا النهاردة في حلقتنا الأضحية، لا احنا هنضحي بكل عادة سلبية هنعملها في العيد، وان شاء الله اللي ربنا مش هيقدره ان هو يضحي فعلا ان هو يذبح لله، احنا هنضحي بسلبياتنا، وهو ده من باب برضو ان احنا نفرح بالعيد، ومن باب ان احنا نتقرب الى الله بتضحيتنا بالسلبيه اللي احنا هنضحي بيها. نضحي بشهوات النفس ونضحي بالسلبيات التي تبعدنا عن الطاعات. تمام. كنت حضرتك في الحلقه واحنا بنتحدث كنت بتقول لي انا عندي نوعين بيسمعوني دلوقتي عايز اوجه لهم كلام، وابتديت بالشباب. الشباب احنا طبعا الشباب هم امل الامه. نعم. امل مصر في الشباب. للاسف بنشوف كلنا وحضرتك والمشاهد اللي بيسمعني دلوقتي وقدامي دلوقتي الامهات والاباء بيأيدوا كلامي، ان احنا بنشوف في ايام يوم ليله الوقفه واول يوم العيد بنلاقي مظاهر سلبيه جدا من الشباب. نعم. رقم واحد احنا الشباب بيربط عنده وقفة العيد، مع ان على فكرة كتير من الشباب دلوقتي لما تقابله تلاقيه كان صايم قايم في الفترة اللي فاتت، لان عارف احنا طبعا في الايام دي اللي هي تعتبر افضل ايام الدنيا. نعم. تمام. فتخيل ان واحد بيضحي بافضل ايام الدنيا مقابل ان هو ربط او اصحابه ربطوا له ان كلمة العيد او الوقفة بالخروج بشكل طبعا يكون فيه مخالفات او بتعاطي المخدرات. تعاطي المخدرات طبعا ليله العيد يعني ده يعني السهر مع الصحبه السيئه
وتعاطي المخدرات من السلبيات اللي حضرتك بتؤكد عليها، وعايزين نقول لها طلاق ثلاثة النهارده. طلاق ثلاثة طبعا. من الملاحظات اللي رصدوها بشكل مدروس، ان وجدوا ان المستشفيات داخل مصر ليلة الوقفة 80% او يزيد عن 80% من الحالات اللي بتدخل لها بتكون اولا شباب من اعمار من بداية من 12 سنة الى 30 سنة، وبيكون بسبب جرعات زايدة. وطبعا حضرتك يعني المؤسف في الموضوع ان في حالات بتكون جاية قد توفت. تمام. ووجدوا برضو ان هو في الفترة اللي هي فترة الاجازات او فترة اللي هي من بداية من الوقفة لايام العيد، وجدوا ان كتير من حوادث الطرق بيكون سببها تعاطي المخدرات في فترات العيد. يعني بيرسخ في ذهن الشباب انه من مظاهر الاحتفال تعاطي المخدرات او ان احنا السهر الاسراف في والخ، ويصل الى حد الحصول على المخدرات وتعاطيها بشكل مما يؤدي الى نسبه الحوادث اللي حضرتك ذكرتها. تمام. بالاضافه الى كمان المستشفيات اللي احنا بنتكلم دلوقتي عن حاجتين. احنا بنتكلم على اللي هو نسبه الاحصائيات اللي رصدتها المستشفيات، بالاضافه الى نسبه الوفيات كمان. نعم. يعني نسال الله ان ربنا يعني يعافي الشباب من هذا الوباء. وطبعا لابد ان احنا نقول طلاق ثلاثه لكل سلبية هتكون موجودة معانا، لان حضرتك الملاحظ ان ممكن الشاب يكون في طبيعة حالاته مش ما يكونش مدمن بمعنى كلمة مدمن، ولكن بتكون نوع من انواع ان انا يعني الليلة. تمام. احنا الشباب مع بعض وعايزين نفرح وعايزين يعني نعمل جو معين كده، فبيقول لك خلاص. وده على فكرة يا دكتور طارق يعني خطأ في المفهوم. نعم. ان هو الشاب عنده خطأ في مفهوم الفرحة. تمام. احنا ممكن نفرح بطرق كتير جدا. نعم. يعني احنا ما بنمنعش الناس من الفرحه، لا بالعكس. احنا العيد ده فعلا لابد ان احنا نفرح فيه، ومش بس ان احنا نفرح فيه، يعني مش لازم ان احنا نفرح بس، لا ده احنا نفرح ونفرح من حولنا. اللي انا فهمته من حضرتك دلوقتي ان احنا اتكلمنا في مفهوم محتاجينه يتغير، وهو مفهوم الفرحه. احنا بنفرح يوم العيد ليه وبايه؟ واحنا بنقول احنا يوم العيد اللي صبح نضحي الصبح في بنضحي بكل شهواتنا، بنتقرب الى الله بهذه الاضحيه، بنقول طلاق ثلاثه للسلبيات من حياتنا، للشهوه، للمعاصي، لاشياء كثيره. وكمان حضرتك ذكرت في انه السهر فعلا من ما هي حضرتك بتبقى ايه، تركيبه متكامله. الشاب بيسهر مع اصحابه. تمام. الى الصبح. تمام. فبطبيعه الحال ان هو بيجي في وقت صلاه العيد طبعا ما بيقدرش ان هو يصلي، ضاعت صلاه الفجر، ضاعت صلاه الفجر، وضاعت صلاه العيد، وضاعت صلاه العيد. تمام. طيب انت اولا ما شاركتناش، او ما شاركتش اقاربك، ما شاركتش جيرانك، ما شاركتش المسلمين في فرحتهم بصلاه العيد. تاني حاجه حضرتك، المشكله برضو من الحاجات اللي احنا بنلاحظها وعايزين نقول لها طلاق ثلاثه، ان حتى بعض الشباب اللي بيروحوا بيتوجهوا الى اماكن او الساحات المخصصه لصلاه العيد، بتفاجئ ان انت حضرتك ما بيدخلوش يصلوا العيد. نعم. هو ياتوا للمشاهده. نعم. تمام. طيب ماذا بعد المشاهده؟ ما هو انت ما خدتش الاجر. تمام. بل بالعكس، يعني انت كمجهود بدني انت رحت وذهبت وكل حاجه، لكن نعم. انت ما خدتش الاجر. طب حضرتك طب ليه؟ هل هذه الصوره هي الصوره المشرفه للشاب المسلم العربي؟ لا لا لا. تمام. هل دي الصوره اللي احنا بننقلها للمجتمع الغربي، او اللي بننقلها لكتير من اللي هم بيشاهدونا او بيشوفونا؟ طبعا عايزين نقول لكل السلبيات ده يا دكتور طارق طلاق ثلاثة. ضياع صلاة العيد بسبب السهر وتعاطي بعض الشباب للمخدرات. رسالة بتوجهها حضرتك لكل الشباب اللي بيسمعوك، وبتقول لهم عايزين نقول لها طلاق ثلاثة. مكان العيد، احنا طلعنا في وسط التربية. مكان العيد انه 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 يبقى بهذا الشكل وبهذا المفهوم. انا باكد برضو مع حضرتك انت وانت بتتكلم على هذه السلبيات للشباب، وهننتقل بقى من الشباب اللي هرجع ليهم تاني مع حضرتك عشان نوجه لهم رساله انا حب ورساله شكر. بالظبط كده. ورساله فرحه في العيد. أكيد. بس عايزين واحنا بنكمل التنظير للسلبيات الكبار. طبعا ما نقدرش ننسى امهاتنا وابائنا واجدادنا
وما نقدرش ننسى المواطن المصري البسيط اللي بيسمعنا دلوقتي وعايز يستفيد مننا، واحنا عايزين نستفيد بخبراته وعايزين نرسخ عنده، بنستفيد منهم يعني بنحاول ان احنا نغير بعض المفاهيم اللي هي مغلوطة ونقول لها طلاق ثلاثة. بعض السلبيات، بعض السلبيات جاينا زي حضرتك بتلاحظ ان احنا قلنا الشباب بيربطوا الوقفه بشكل معين، هنلاقي بقى الامهات والاباء بيربطوا ان بعد صلاه العيد انا طب انا هروح اعيد والدي المتوفي او والدتي المتوفيه، زياره القبور، زياره القبور تمام. وبيقال كده حضرتك ان انا ايه، انا رايح اعيد عليهم. طبعا يعني نسال الله الرحمه لكل الاموات. هؤلاء الاموات يعني لا ينطبق. انا عايز قبل ما نروح للاموات، اسره الاعداد الحقيقه اعدت تقرير كده عن الاضحيه ومواصفات الاضحيه. تعال نعيد الاول ونرجع نقول لهم. طب هناخد من الاضحيه ولا هناخد نتفرج على نشوف التقرير ده عن الاضحيه وشروطها ونرجع نرجع ليكم تاني. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين وبرنامج طلاق ثلاثه والعيد وفرحه العيد وبهجه العيد وبعض العادات التي نتمنى ان احنا لا ناتي بها في اعيادنا. اهم ايام في حياتنا عيد الفطر وعيد الاضحى. وكنا بنتكلم مع دكتورنا دكتور حلمي ماهر العزيز على قلبي، ربنا يبارك، وبنقول انه كان بعض الكبار ياتونا بامور تفسد علينا فرحه العيد. الاباء والامهات بيربطوا اول يوم العيد وخصوصا بعد صلاه العيد بزيارة المقابر. نعم تمام. احنا الاول خلينا نتكلم لماذا شرعت زيارة المقابر، لانها مشروعية زيارة المقابر تتنافى تماما مع مشروعية العيد. احنا دلوقتي هنروح المقابر، يعني تخيل حضرتك ان انت اثناء زيارتك للمقابر اكيد بينتابك احاسيس ومشاعر معينة، كلها مشاعر حزن، كلها مشاعر اسى، كلها مشاعر بالفقدان والحنين لهذا المتوفي تمام. هذا المتوفي لا ينطبق عليه اي قانون من قوانين. وحضرتك بتشرح كده في معانا فيديو بيتكلم على زيارة القبور، وحضرتك كده بتتكلم بتأكد على الموضوع ده. معانا فيديو نشوفه واحنا ان شاء الله بنتكلم. نستمتع طبعا بيه. نشوفه ونكمل مع حضرتك. تمام. ده الحكم الشرعي، رأي علمائنا. تمام بالظبط. تمام. فزي ما فضيله الشيخ وضح ان احنا عندنا احنا شرع العيد للفرحه. نعم تمام. وليس للحزن وليس للبكاء والعويل، لان ممكن يترتب عن هذه الزيارات امور اساسا مخالفه شرعيه كبيره. نعم. خصوصا لو كان هذا الميت متوفي من فتره قريبه. المشكله حضرتك ان احنا بنسمع دايما ان ابائنا وامهاتنا يقول لك انا رايح اعيد على والدي او والدتي. كلمه اعيد دي كلمه من كلمات او من مصطلحات حياتنا الدنيويه وليست موجوده في مصطلحات. احنا مش عايزين نقول احنا مش هننساهم طبعا، ولكن احنا امرنا نتذكرهم امتى ونفرح امتى بالظبط. فان انا اتذكرهم في هذه الايام، اتذكرهم جميل جدا. العيد اللي فكت معايا امي واصبحت العيد ده مش موجود وعندي شجن كويس، بس انا امرت من ربنا ان انا افرح، اجتهد بالدعاء مخالفه لاوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان انا ادخل الحزن على قلبي او قلب الموجودين بزياره القبور. لا طبعا احنا لم نؤمر بذلك. نعم. وحضرتك هي يعني برضو هي معكوسها في الاخر بتصيب هذا الشخص بنوع من الحزن والاسى والحنين، وربما زي ما قلت لحضرتك ان هي بتؤدي ان احنا نرتكب بعض المخالفات داخل المقابر وخصوصا من النساء. ضاعت فرحه العيد بسبب بعض الذكريات وموضوع زياره القبور. طيب عندنا حاجه تانية يا دكتور حلمي، الكبار بياتوا بها، الافراط في الاكل. الافراط في الاكل ده برضه من السلبيات اللي احنا بنشوفها كتير، وخصوصا في البيوت المصريه او البيوت العربيه بشكل عام. احنا طبعا لا ننكر ان من مباهج العيد والاحتفال بالعيد ان احنا نوسع في بيوتنا ونوسع على اهلينا ونوسع على جيراننا ونوسع على اصدقائنا، ولكن حضرتك في لا ضرر ولا ضرار في الحد اللي هو اللي احنا نقدر نقول عليه مسموح، لان برضو من ضمن الارقام. اسمح لي يا دكتور ماهر، معانا اتصال. اتفضل. استاذه امل. الو السلام عليكم. وعليكم اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. هو انا بس كنت عايزه انوه ان
نتكلم عن العادات السيئة في العيد. أيوة. زي الأكل ده أول حاجة طبعا. احنا لسه كنا نتكلم في الأكل. نعم. وبعدين زيارة القبور في الأعياد. في نعم. ناس بتروح تنام من يوم الوقفة لتاني يوم العيد وياخدوا أكل وحاجات موسيقية معاهم، وده طبعا حرام. زيارة القبور لها قدسية خاصة. نعم. هي فعلا. فطبعا احنا الشعب المصري كله عنده عادات سيئة بالنسبة للأعياد، طبعا يحتفلوا فيها ازاي، الأكل، الشرب، زيارة القبور. احنا بنشكرك يا أستاذة أمل على المداخلة. احنا بنأكد على كلام حضرتك مع دكتورنا الدكتور ماهر، انه أستاذة أمل كانت دخلت معنا على المداخلة بتقول انه هي برضو كلمة احنا كلمة عن السهر، كلمت على النوم، ان الواحد يقضي العيد كله في النوم، وبعدين زيارة القبور بالأكل والأطعمة. وبعد طبعا احنا لما اتكلمنا على موضوع زيارة القبور احنا قلنا ان هو يعني بكل اشكاله، بكل اشكاله احنا مش يعني احنا رافضين الموضوع من البداية، وزي ما قلنا وده شعار البرنامج وده تتر البرنامج، ان احنا بنقول طلاق ثلاثة لسلبياتنا دي، واخدين اكل وشرب طبعا. يعني انا رأيي بتقول تقريبا ذكرت موضوع تاني يوم انا بصراحة يعني ده حاجة يعني ذكرت انه بيروح ياخدوا اكل وشرب ومباهج ويقعدون كله على المقابر، في يعني في زي ما حضرتك قلت بيعيدوا على المتوفى. طب هل هذا يعود على المتوفي بأي شيء؟ يعني من باب الإخلاص يمكن، ولكن احنا بنقول ايه له وقته، مش هو ده احنا قلنا ان احنا نفرح في العيد، صح كده؟ نرجع لموضوع الإفراط في الأكل، وكنت حضرتك قلت لي ان في بعض الإحصائيات زي ما قلت لحضرتك، زي ما كنا بنتكلم على الإحصائيات اللي اتعملت في بعض المستشفيات عن الشباب، برضو وجدوا ان كتير من حالات التسمم الغذائي والكثير من حالات التلبك المعوي اللي بتحصل في ايام العيد. على فكره دي الشكوى العامه داخل اي مستشفى او داخل اي قسم طوارئ في فتره العيد، اما ان هو حالات من تعاطي جرعات زائده من المخدرات او التلبك المعوي اللي بيبقى نتيجه الافراط في الاكل. تمام. احنا طبعا يمكن عيد الاضحى يمكن بيبقى له يعني مظاهر اضافيه شويه، ان طبعا الاكل بيبقى بوفره اكتر من عيد الفطر، لان طبعا الاضاحي بسم الله ما شاء الله. كلمني حد من يعني في سياق الحديث مع حضرتك، حد من المقربين الي بيقول انه إيه اسمه محمد، ابنه اسمه عمر، انه بياكل بعمر في العيد لحمه بس، كل يعني ما فيش حاجه جنب اللحمه. نقول له ايه؟ نقول لي بقى محمد ونقول له عمر ايه؟ ما بياكلش غير لحمه بس، نقول له ايه؟ احنا طبعا نقول للعادة دي طبعا طلاق ثلاثة. تمام. يعني برضو هو اكيد لو يعني برضو لو فضل ياكل لحمة ياكل لحمة ياكل لحمة اكيد طبعا عمر هيزهق يعني. طيب احنا برضو عايزين نقول، كنا بنتكلم على السلبيات وبنقولها طلاق ثلاثة زي السهر وتعاطي المخدرات للشباب وضياع صلاة الفجر وصلاة العيد، ودي حاجة من الحاجات المهمة، مشاهدة الذبح والاضحية، توزيع الاضاحي على الفقراء والمساكين، كل ده بيضيع على الشباب بسبب السهر طول الليل. ورحنا للكبار وقلنا لهم انه زياره القبور في العيد ما هياش محببه، وانه الافراط في الطعام. هنخلي الحلقه كلها الكلام على السلبيات. فين العيد يا دكتور حلم؟ يعني ايه العيد بالنسبه للشباب؟ عايزين نقول لهم، نبعت لهم رساله للشباب اللي بيشوفونا واهلنا وناسنا، بعض العادات الطيبه اللي المفروض ناتي بها في العيد. تمام. احنا دلوقتي عايزين يعني نبشر مشاهدينا، انت كون ان انت قاعد قدامي دلوقتي وبتسمعني وبتسمع البرنامج، فابشر ان انت عندك نسبة كبيرة من ان انت في قرار داخلي جواك ان انت تغير عاداتك السلبية وتقول لها طلاق ثلاثة، فده اول خطوة في التغيير. طيب انا والله انا بشوف المجتمع كله ماشي كده، او انا شايف الدنيا كلها كده، يعني انا هاجي انا لوحدي كده، طب ما العيلة كلها بتعمل واصحابي كلهم بيعملوا واهلي كلهم بيعملوا. احنا عايزين نوجه رسالة سواء كانت للشباب او كانت لابائنا وامهاتنا، اي التغيير الذي تريد ان تراه في العالم لابد ان تراد بداخلك الاول، يعني كن انت التغيير الذي تريد ان تلحقه بالعالم. يعني يعملوا ايه؟ يعني يعملوا ايه؟ عندنا ننام بدري يوم الوقفه. حضرتك احنا طالما يعني انا ما اقدرش اقول نام بدري او نام متاخر، ولكن احنا نحافظ على الثوابت اللي احنا لابد ان احنا ناتي بها، صلاه الفجر، صلاه العيد. تمام. مشاهده الاضحيه. ان احنا ادخال السرور على الاقارب، ادخال نعم. السرور على الجيران. لا ده انا عايزك تاكد على الحته دي يا دكتور حلمي، وصله الرحم. صله الرحم طبعا من يعني من ضمن مقاصد الشرع داخل العيد ان احنا صله الرحم. نعم. تمام. للاسف
مع مشغوليات الحياة ومع زحمة الحياة كتير مننا ما بيلاقيش وقت فعلا ان هو يصل رحمه، ولكن الموضوع بمنتهى البساطة مكالمة تليفون. هقدر ان انا في العيد واحنا في اجازة اقدر ان انا اصل رحمي، اصل اقاربي. جموع المسلمين وصلاة العيد ده يعني مشهد قريب من مشهد الحج في فعلا كل ربوع الوطن العربي وخاصة مصرنا الحبيبة، ومشاهدة مشاهدة الفخر، مظاهر الفرح والفرح، وأولادنا هم بيجروا مبسوطين وبيلعبوا، الأهل والأحباب هم بيلتقوا، التجمع على مائدة الطعام، لقاء الأهل والأحباب والإخوة، الأم كل دي والأب. حاجات يا دكتور طارق إحنا كتير بنفتقدها ما بنلاقيهاش غير في العيد. نعم. فعايزين إحنا نأكد على إيجابيات اللي إحنا بالفعل بنعملها. يعني احنا دلوقتي كتير من المشاهدين يقول لك طب ما احنا كل الكلام ده احنا بنعمله، لا احنا عايزين دلوقتي لما نعمله بنية التغيير، ان انا كل حاجة انا بعملها من الجانب الايجابي هزود منها وهقول طلاق ثلاثة لكل سلبية انا كنت بعملها داخل العيد. عايزين نفرح وعايزين يبقى فعلا عيد الاضحى ضحينا بكل سلبياتنا فيه، ونكون فعلا قدرنا ان احنا نكون التغيير اللي احنا عايزين نشوفه في العالم، وعايزين كمان ان احنا نأكد على ان هذه السلبيات وهذه الايجابيات التي نتحدث عنها ده لا ينفي صفة العيد اللي هو ان احنا عايزين نفرح ونبتهج، ولكن نفرح بإيجابية ونفرح بدون معاصي ونفرح بدون إفراط ولا تفريط. يعني بنغير مفهوم الفرح اللي بياخدنا الى السلبيات، وبنأكد على مفهوم الفرح اللي أكد عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو افرح وفرح اللي حواليك بالطاعات. مشاهدة الأضحية والمساهمة في توزيع الأضحية على الفقراء والمساكين، ونأكل الناس. طبعا احنا نأكل الناس الفقراء. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الفقراء، وزي ما تفضلتوا احنا دلوقتي عايزين نقد، يعني احنا في شروط اختيار الأضحية ان احنا عايزين نقدم أفضل شيء. نعم. أفضل شيء لهذا الفقير، ولأن ربنا جعله سبب لسعادتي أنا. نعم. هذا الفقير. نعم. ربنا جعله سبب لسعادتي أنا. حضرتك كنت يعني نوهت عن نقطة الإفراط في الطعام بالإضافة إلى الإفراط في العيديات. إحنا معنا دية، وأنا عايز حضرتك استفيد بالدية دي رسالة لكل مشاهدينا وخاصة الشباب، وكبسولة صغيرة كده نترك بعض السلبيات ونأكد على بعض الإيجابيات. الرسالة اللي أنا بوجهها للشباب، وعايز كل واحد دلوقتي يعني بمنتهى البساطة وبعيدا عن أي مغالاة، أنا هوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك. نعم. داخل العيد وخارج العيد. يبقى احنا دلوقتي هنقول طلاق ثلاثة لكل سلبياتنا اللي كنا بنعملها في العيد، وطبعا بقى ايه يعني للاسف كل واحد عارف ايه السلبيات اللي هو بيعملها. تمام. انا هاخد من كلام حضرتك واحرص على ما ينفعك، وهخليها هي كلمات الختام، واحنا يعني الوقت لا يسعنا، عايزين ناكد على انه كل عام وانتم جميعا بكل خير. العيد على الابواب، لسه ما رحتش لامك، لسه ما صالحتش اخوك، لسه ما لمتش العيله والاسره، جهز أجنت تليفونك، جهز أرقامك عشان تقول لكل الناس، كل الناس اللي مزعلينك واللي مش مزعلينك، تقول لهم كل عام وأنتم بخير. إحنا بنأكد على أنه العيد فرحة زي ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبنقول لهم طلاق ثلاثة لكل السلبيات اللي بتعكر علينا صفو عيدنا العيد الأكبر. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أني أشكر دكتور حلمي ماهر على اللقاء الطيب. شكرا لحضرتك. ويوعدنا بلقاءاته الجميله المتجدده وما يحرمناش منها ان شاء الله. وبس مش في العيد اللي جاي، قبل العيد ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكر اسره الاعداد على الكلام الطيب، وباكد على انه كل عام لقناه الصحه والجمال وهي بكل خير، بيبذلوا جهد طيب، وبقول لكم على وعد باللقاء ان شاء الله في العيد عشان نفرح كلنا مع بعض. تحياتي طارق درويش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلق ثلاثة لكل العيوب بالمواجهة مش بالهروب، والسلبيات هتحدد
وارجع عن أخطائي واتوب بعزيمة وياها إرادة. طلقت عيوبي يا سادة، لقيت عيوبي مجرد عادة، ولا مقدر ولا مكتوب.